هنقول شعوري امبارح لما اتكرمت من حرم الريس شعور جميل قوي قوي. يعني اتمنى ان كل من اشتغل على نفسه وتعب انه ينولها ان شاء الله، لان مش عشان حاجة، علشان حس ان تعبه جد فايدة، ان تعبه بجد ما كانش منتظر كده، لكن الناس قدرت اللي هو عمله. فليا شعور جميل قوي اني انا لازم اكافح تاني واستمر تاني، لاني عندي افكار كتيرة جدا. اتمنى انها تستمر وانها تكبر، واني انا اسافر بفرقتي بقى، واني انا حد يتبنى فكرة المايسترو ايمان جنيجي في الابداع الفني. احنا كتفة بنتكاتف مع الوزارات، لان يعني دايما اقول مش الوزارة لوحدها اوكي لما بكل حاجة، بس في ناس عندها افكار ممكن تساعد اي وزارة. واتمنى من خلال اساعد ان انا في الموهوبين، في المبدعين، في كل المجالات. وعلى فكرة انا حاطة على السوشيال ميديا رقمي لاي حد يكون عايز يتواصل معايا، ودراعي مفتوحة لكل من يرغب في الابداع العربي.